السلام عليكم متابعي جريدة أشواق تيفي. اليوم كنتواجدوا في حفل لا 8 ميديسيون قفطة مازاغون اللي غتكون فيه الممثلة التركية شيماء كوركماز المعروفة فريدة بمسلسل سامحيني، ومازال العديد من المغنيين. خليكم معنا. أجي. الوجود ديالك اي فنان موجود هنا انت، لان جينا نفرحوا بعض الناس هادو، كنتمنى شي اكثر لان شي جميل جدا صراحه هادي. وكنرحب بالضيوف ديالنا الفنانين الجزائر وتركيا اللي كاين موجودين هنا، كنقول لهم مرحبا بكم في بلدكم الثاني، وان شاء الله ندوزوا ليله جميله مع الاخوان. شكرا. القفطان المغربي هو مفخرة كل امرأة مغربية، هو لا روب سواري باغ اكسيلونس ديال المغرب والمغربيات، هو اللباس اللي تنتناو به فين ما مشينا في دول العالم، هو سترة، هو جمالية، هو تراث مغربي أصيل. اليوم جيت شاركت في لا 8 ميديسيون ديال كفطان مازاغون بالاشتراك مع جمعية لي مان بلانش، وحاولنا باش نخدموا على لي تيسيو ديال ليليان ونبدا نتعدو فيهم، ودرت انا تندير لا التشكيله ديالي بالام الابنه ديالها، وهاد التشكيله اللي طلعه من لو تيسيو اللي غادي نخدموا فيه اللي خدمت فيه نيت في التشكيله ديالي مع الام والطفله ديالها. حاولت نخدم على دي كولور باستيل، مع دابا داخلين على على الصيف وسميتو، والخدمه ديالي كتميز بطرز رباطي، بخدمه ديال المعلم و ان بو دو بيرلاج بيان سور. وملقب بمصمم النجوم، المشاركه ديالي اليوم في تظاهره ديال كافطون مازاغون ماشي اول مشاركه، وانا سعيد بهذه المشاركه هذه، والحمد لله اليوم كنشوفوا حضور وكنشوفوا فنانين، وهذا احنا كمصممين يعني كيخلينا نبدعوا اكثر. يعني أول مرة لي نكون حاضرة في كافطون مازاغون، يعني هذه التظاهرة الفنية الجميلة. نشكر بالبزاف كل اللي المنظمين تاع هذا الحفل الاستضافة، هذا خلاني ومكنني أني نتلاقى بالجمهور المغربي اللي كنت متشوقة حقيقة أني نجي نزور البلد، لأنه بكوني مطربة في الفن الأندلسي والتراث الجزائري أولا، وأني نكون من بين هذا التظاهرة اللي راهي يعني تجمع بين العديد من الفنانين المغاربة والعديد من المصممين الأزياء، يعني حدث يعني تظاهرة جميلة مغاربية، وهذا شرف لي أن نكون حاضرة الحفل. السلام عليكم. هذا الحضور ديالي هو أنني يعني مساند رسمي كماكيور لي زارتيست اللي كان هنايا، وبيان سور لي موديل اللي كان تحت الإشراف ديال صالون جواد، وتمت كلمة ديالي كذلك، ويعني هذا في حد ذاته بالنسبة لي شي حاجة مزيانة في المسيرة ديالي. كيفاش كان انت كتماكي الممثله فريده؟ يعني كاي انسانه يعني ممثله تركيه راه يعني بحالها بحال اي مغربيه كنماكي ليها، هما الحاجه اللي ما كيحملوش هو ان ما كيبغوش حاجه شارجي، يعني كيبغيو يبقاو على البساطه، ما تيبغوش الرموش، ما تيبغوش بزاف الحوايج، والحمد لله يعني عجبها الحال، كنت معها سبونطاني يعني كاي زبونه.